درب التميز اسلك في المنيو جذب الصور طموحك احذر تترك سبق تحدى واستمر مواجه وبذل طويل ويحفنا أجمل حماس ملامح الفن الجميل هنا القواعد والأساس. وإبداعك اللي تصنعه بأسلوبك الحلو انشره ذواق رحلة ممتعة من أولها حتى لا 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 واستحالت هاني تقدر تاخذ هاي وتروح لاي مكان. والله صدق احنا ما نبيكم. والله ما نبغى ازعاج. بس انا ابيكم. ما نبغى ازعاج. انا ابيكم وانا جدكم. انا ابيكم وانتم تبوني وكل ناني مني. انا يلا قوم. عبد الرحمن ابو راشد. الله الله بن مدوخ. والله انت حتى في البرايم منور. انتظر سؤالك بفارغ الصبر يا اخي. الهدوء حتى تخطئ. الهدوء والكريزما الخاصه. الله يسلمك. والله ما شاء الله. بس ما سبب اختيارك؟ شكلك ذاك مران. من فضل ربي. شكلك ذاك مران. بعدين ايش قصه الاسد الافريقي هذا؟ ليته افريقي. بنغالي. نيبالي. هذا النمر البنغالي. مع اقامه. بنغالي يقول لك بنغالي. اوجه له تحيه. تعال هنا. النمر البنغالي هو شعار هو اللي على علم الهند ترى. صحيح. صدق والله. نعم. ومهدد بالقراض. نعم. بس هو نمر بنغالي على علم الهند. مثل النمر العربي. بنغلاديش كانت تبع الهند. ايه انا استغربت. فهمت؟ اسلم. بنغلاديش كانت تبع الهند. صار جنجان. كل واحد اخذ النمر حقه. كل واحد ما جاء. هي صار جنجان. صار جنجان بينهم وانقسم. انت شيل انا نمر ولا؟ باكستان كانت تبع الهند صار جنجان بينهم. صار. والله. الجنجان في كل مكان. الجنجان هذا مشكلة. خالد محفوظ جاء سوى جنجان صار حركة. فانتبهوا من الجناجن. طيب هل لك نية تكرر تجربة البرايم؟ والله شوف البرايم انا اشوف انه والله انه شوف انا تبغى الصراحه ولا تبغى اكذب عليكم؟ لا تسكت وتنتبه للجلسه هنا. يا اخي من اول على الشارع. لا لا بدر زعل. يا اخي انا واحد اتمنى اني اطلع برايم. والله هذا اي ولا ارجع لكم. انا اذا تكلمت جي ربك هذا. تعال صلوحي. صدق والله تعال ابوي صلوحي تعال. زعلان. تعال يا عمري. يا عمري تلطش بالبرايم مثل ما يامن. اكثر تلطش بالبرايم. تعال يا صالح. عاد الدنيا كذا يا صالح. بس كيف فزت بالجمهور ومع القصيمي؟ ها كيف فزت بالجمهور مع القصيمي؟ يعني تغلبت على اول شيء. الجمهور صراحه جمهور عادل. عادل بن هيف. عادل هيف حلو. لا جمهور عادل يعني انا شد. انا اثق بان القصمان لو راوا في صالح انه يعني ليس اهلا لذلك لم يصوتوا له. عز الله. احسنت. نعم ليس اهلا لذلك. لا انه اهلا لذلك. كيف ما صوتوا له؟ صوتوا له. صوتوا لك انت؟ صوتوني انا وياه. نعم. انت رجعت بالجمهور. انا والله ما ادري. طيب والله عندي سؤال لو تسمح لي. كيف اخترت النمر والسوري؟ كيف ركبتها؟ باسعادك للايتام وغرس الفرحه في قلوبهم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنه جوار. جمعيه رفاق سهلت لك ذلك وبخطوات سهله ويسيره. الان ادخل متجرها الالكتروني، اختر التبرع لوقف ايتام حائل، ثم اختر أحد أسهم الوقف أو تبرع بما تيسر لك، ثم اختر إتمام عملية الدفع بالطريقة التي تناسبك، ثم هنيئا لك أجر الكفالة والوقف ولمساهمتك في وقف أيتام حائل. تكن معهم وتصنع مستقبلهم. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يا للبناء. دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية. من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية. ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل. من حسابات الجمعية
اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء. انذبر بدر جلستك لا سجدت يلا روح له شيك قلت تروح انت بطن دين والله ما تروح ابغاك بيروح هو طيب اغمز بالعين الثانيه تقمص لي طلع احمد يغمز ترى هو شاف انا ما شفت ابغى هو غمز تغمز الواحد العين الثانيه قصرنا ايش عندك والله انت تخوف ديك لا ما هو مرك بس انا خاف تغرب لي بها لا ما انا طالب بس صراحه اللي عجبني بنواف انه يجاوب ويبر ويعلمك كيف جاوب ما شاء الله هو اصلا ما بس جواب بس كذا لا لا اقول يا حبيبي هيك هيك حتى من حتى بالمحفوظ الاخضر ليش راح اسالك سؤال انا من يعرف سالفته كل يوم اكل الثور الابيض والله درسناها زمان وكل يوم ايش يوم اكل اي والله حلو حلو فيها عبر تفضل يلا عطنا تفضل عطنا من يعرفها ما نعرف انا ما اعرف ناسي تفاصيل ما نعرف انا ما اعرف على طاري الثيران اسمح لي تشر علي على طاري ما حد جاب طاري الثيران لا انا كل يوم اكل هيك تشر عبد الله اسمع كان فيه ثور بني ايوه والله صدق ثور ابيض ثور ابيض واسود ثور ابيض واسود اي هذا يمس ثور ابيض على الشرج وايل باقي اللي خليه موجود يا شيخ مين اللي بدا مين اللي بدا هو ما نسيت يا شيخ لسه ارجع اسرع اسرع وثور سماوي ثور رمادي 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 في ثور ما في ثور رمادي اصلا انا خبر القصه والله ابيض في زيتوني ابيض وبني وزيتي اسود لا وزيتي ما في زيتي زيتي 23 اسلم اسلم لا هذا ما يفاص مو من فصيلة الثيران اسلم اسلم اي والله المهم ترى فيه عبره والله جاء الاسد واكل الثور الابيض الثور الابيض اللي على السرج ايوه اللي على السرج انا مش موضوع بس خليه يستانس اجر ايش فيك اول مره اشوف يضحك زي كذا يا ولد كذا طيب ايوه فجاء الاسد واكل الثور الابيض اسلم يا ساتر البني والثور الرمادي الرصاصي قالوا ما لنا دخل فيه ايش رايك نفسع قال لا خليه ياكل ما لنا علاقه انا ما ادري هم اربع زيران ولا ثلاثه ثلاثه ف ترى بخليهم اربعه اللهم صل اسكت اكل الثور الابيض اسكتوا اثنين عقب فتره جاهم الاسد اكل الثور البني الله يقرف الاسد فخلاه اظن اربعه فخلاه الرمادي خلاه الاسد ياكل بعد مدة جاء ياكل الرمادي قال رمادي وكلت يوم أكل الثور الأبيض إيش المقصود يعني أنا أصلا سحب على خويه يعني أنا أصلا أعتبر أكلت أصلا من هكذا ما يأكل ما ترفيه يعني أنا أتخلى عن خويه فهمت يا وائل في موع وفيها يا أخي أنا بشرح الحكمة وائل فهمت وليش خليه هذا اللي هو الرمادي نواف يقول الحكمة وأنت اشرحها إيه عارفين كل واحد مهمة كل واحد مهمة بس والله في عبر كثير يا إخوان في عبر ما تترك خويه نواف ولا تستسلم للشر ولا تكون وحيدا عندما كنت وحيدا اكلت كذا عندي تساؤل وحيدة في الغرب عندي تساؤل على الموضوع ذا انا ما قد شفت ثور يشرح حكمه لا لان اكل هو لا ما قد شفت والله اكل بالله خلي اربعه بالله خلي اربعه لا لا طالب لا لا اسمع انا قلت لك خلي اربعه ثيره اشرح اشرح الثور الرابع ايش صار عليه صار مفهي ما يدينا اخويا اكله ما ادري انه اكله شفت الثور الرابع ما يدينا اخويا راح فيه هذا خالد بن محفوظ يسوي كذا ايش يسوي فاحنا اكلنا يوم اكل ركن سعد وكل ياسر بيس بعدين رجع كله رجع ما عجبه طعمه اصلا جميل رجع اي هو الاسد ف اخبار ذو نقال ابو نويشي ابو نويشي والله اليوم ما قصر خلصت سيارته وصلتون ما ادري وصلتون الراي ولا وصلنا والله يستر عليك فديتك والله من خير فديتك حبيب قلبي لايق عليك كأنك ما تشوف مرة بس عجوبي أبو نويشي شفته على طريقك شيء طيب تعرفون قصة روبن هود الرياض مكة الرياض مكة انت انتبه ست ماكلي قصة الكلب ما خلصت أكل السوداني في الهند من الهند يشتغل ايوه يلا أكل السوداني في الهند اللي روع السوداني في الهند أكل كيف شارك السوداني هو تذوق من بعد أكل بلا كلا برجل ولا اسمع اعطونا سالفة لا هو تذوق ولا عجبه اعطونا بالله اعطونا سالفة الطاووس انت قلت ما طلعت اقرب حيوان
يعني انت ما عندي هذه. يلا وش اقرب حيوان تحبه؟ ها عدد الغريب فعاليه اقرب حيوان يا مخرج اقرب حيوان تعبنا اقرب حيوان يعني اقرب حيوان تميل له اقرب حيوان لك تحبه اقرب حيوان اقرب واحد واضح من جهه تقول انا اقول قول قول لو قالك بتكون حيوان يا ابو مجد والله يا اخي دقيقه هذه بعدين قول اسمه وش الحيوان اللي الحيوان القريب لك الى قلبي ايه يسمونه ايش وايش له مني دقيقه يا ابن المدوخ ايش هو صراحه البغبغاء لماذا؟ لأنه يرقص شباب عندك يا ابن مدوخ لا بس شباب الإجابات المكررة ممنوعة لا والله خلها مكررة وش هذا نفس الشيء إذا اخترت أنا حيوان ما تختار طيب حركات موت يلا عادي طيب إذا اخترت حيوان يلا يلا اختر حيوان أخوي ولا ولا يوم واحد تنتمي له يعني تشوف نفسك فيه والله لا تنتمي له من عنده تشوف نفسك فيه يعني ولقد كرمنا بني آدم نعم أشهد انت يا اخي ليش تجيب طيب يا اخي ليش تخرب الجلسه خلاص يا يلا يحيى انا قلت لكم لا انا ابغى اسمع انا اسمع الاسد الاسد تفضل لا والله ما اكل الثيران الاربعه تفضل انا اختار الفيل ليش ليش ضايق ليش يلا عندي حكمه ليش عشان يشم قبل ما ياكل شلون عنده مزات كثير حلوه مداخلاتي ليه يعقدني ذا يا ولد منو لاقد يلا يا حبيبي اول شيء عطوف قد شفته وهو يبكي من هو الفيل الفيل يبكي أيوة. هذا براش دموع ترى دموعته صغنونه كيف شفتها لا لا قد شفته وافضل شيء في اي مكان يروح يتروش يعني احسن بعض البشر انه ما يجلس يوم ما يتروش تلميحات كمل ايوه في ميزات كثيره اقول لك عجبني بدر المايك ايوه طيب انت يا بدر ايش الحيوان بدوري بدر ايش الحيوان الناقه لانها تبكي هي ولها منك لا انا تصبر تصبر عز الله انها ما هي انا عز الله ما فرح والله والله من اللون الجملي ذا عبد الله يا شباب سترمح وتحمل الارض ناقة يلا عند عبد الله كيف ذكرت القرآن رصاصي لان هو اقرب واحد اكثر رصاصك هو اكل باقي عظامه عظامه ليت اكلها كلها ما بقى منها قرب قرب يقصدني لا لا عذ بالله لا لا سيظن 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 يا شباب نبغى برامج سوي سوي يلا حبيبي حبيبي سوي يلا ابو ابو مجد اختار انا قلت اخترت ذاك اليوم ما ادري يعني اليوم بالحين هذا ليش ليش لانه مكار الذئب لانه ما يزوج الا واحده اي وانت بتزوج ثلاثه يعني جيب شيء قريب يعني وما يحب محب الحرمه ما ياكلها وشي الحرمه وش الحرمه هذه يعني مثلا جيفه ما ياكل وليشه وليشه مثلا في في شيء ما تيس العفن تيس في شيء متوفي ما يجي ياكل قصك بعض الحيوانات يعني عزيز نفسه يعني قصك الشيء المعفن يعني عزيز نفسه ايوه نعم الشيء المعفن كم ايوه يعني لو القوائل ما تعرف ايش اسمه يا اخوان السؤال هذا طرح المره الماضيه الاعداد ما جابه لخياس المحتوى تقول الحين يجيبها طيب انت تبارك ساكت من انا عشان الناموس لا الناموس الناموس النامس ليش البعوض عشان افوز بالذواقه النامس ناموس ايش تسمونه اول ما قلنا حيوان ما قلنا حشره يا حشره ما الله وفقك ما الله وفقني طيب الخنفس وليش كان هي لا يا اخي ما الجعل الجعل يا اخي افهم ما حشره يا ابن الحلال الجعل اللي اليوم ذكر في السؤال طيب الجعر جعل جعل هو الضبع حشره حشره اي بس مو بذاك هم ذكروا شيء ثاني الجعل اليوم ايش كان الجعل بقدونس ايش كان الله يجعل ولا يرضى الاعداد شاف انه مخيس ما راح يجيب اكيد اقول انه الجلسه ميب علينا خلونا نسولف سوالف زينه طيب لو كنت مثلا لو كنت على نهر جاري ماذا تسوي؟ أنا في القارب لا تسرف بالماء. هلا. أنا عندي قصة. مرة رحنا. دقيقة أنا بكمل. شوف جا حكمة. جا سؤال عن الأهرامات. جا سؤال عن الأهرامات تمام. حكمة حكمة. أنا قد رحت مصر طبعًا. خوفه؟ إيه قد رحت مصر بس شفتهم كبار يعني. إيه صح أنت اخترت الجواب. إيه يوم تسوي كذا للهرم ويصورك إنك ماسك الهرم ويوم تقفز. ولا عرفت اسميهم. مين بصلين؟ صلين المغرب ومارين زي كذا ومسولف أنا الشباب. في جاء واحد حارس المارة هناك دراسة رحين؟ لا لا رحنا للعلاج والطباعة الله يشفيكم إن شاء الله آمين تفضل رايح تعال تمسك بالأهرامات لي أيه. الروح لازم هذا ليش اسمه ترفيه يا اخي انت رتمن دكتور مصيهم فيه المهم يوم جينا وفي واحد جاء الزاقه مع شغله أيه. سالوا خبير قال له لا جاء لك بالسدد قال له طفشان يعني هذا ما سولف له 50 يوم سكت دهرا وانا طالع انا باصص يا شباب طفشان انا اكمل يا شباب
كم مره تضع ابراهيم كمل سقطه سهوا يلا سقطه سهوا تو حلو 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 والله جميل والله انا قلت شيء اشرح علينا نركز على الكلمات تفضل يلا كمل دوس قافله معه مو لا تجاملوا انت كانت قافله معه محفوظ بيرجع الحين كمل ليش قاعد قاعد كمل ما له داعي اسال والله انا الظاهر اني اخترت جلسه والله غلط لا 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 يا يحيى لا 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 فسالوا خويا ممكن طفشان زهقان زهقان ضابع قال له يا زيك يا بشكر الحمد لله تمام قال له كم يوصل بشكل اعمق ترى للشخص اكثر من ايش من الصوت صح بعضهم عنده صوت بس تحس انه ما عنده احساس تحس انه ما يوصلك عرفت ما يوصلك مشاعره اتفق معك فعشان كذا وغير كذا خامه الصوت برضو تفرق خامه الصوت اكيد طبعا في بعضهم مثلا برضو البحه صح انا رجل اقدر الشخص اللي عنده بحه في الصوت والله العظيم في واحد عارفه تمام ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله اسمه محمد اي يعرفني هو طبعا هو ايش اسمه يمني جنسيه عرفت إيه؟ يمني هو مسعودي معروفين اهل اليمن ما شاء الله اصواتهم جميله اي اسم محمد فاحنا ندلع ادلع انا حمود الله يستانس اي ادلع حمود فصوته مميز في الجواب وفي القرار وفي الاحساس منشد وفي طبقات يا اخي منشد ما شاء الله تبارك الله والله العظيم اني رحت معه كلمته بطلع معه شكو مسجل اسحب عليه قفله خلنا قفله سمعني يلا ويش تبي ويدلعني ايش تبي ايش تبي يلا